رجعنا لكم من جديد مشاهدينا في أولى فقراتنا، فقرة مساحة حرة. مثل ما ذكرنا لكم في بداية الحلقة، هنتحدث الآن عن الذكاء العاطفي وكيف ممكن نستخدم عواطفنا في تقويم سلوكنا في جميع مجالات حياتنا، في العمل وفي المنزل وأيضا في المدرسة وفي جميع علاقاتنا. اليوم يسعدنا تكون معنا في هذه الفقرة دكتورة أسماء زناتي، استشاري نفسي والتربوي وأسري وخبيرة التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتورة، حياك الله معنا في برنامج حياتنا. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتورة، يعني أكيد من كلمة ذكاء وكلنا بنعرف أن الذكاء أكيد يساعدنا على التعامل في كل أمور حياتنا، كيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع الآخرين، مع محيطنا وعالمنا اللي إحنا عايشين فيه. لكن الذكاء العاطفي، ماذا نقصد دكتورة بالذكاء العاطفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هو جولمان العالم الشهير النفسي عرف الذكاء العاطفي، قال هو القدرة على فهم مشاعرنا ومشاعر الآخرين. تمام، دي نقطة. النقطة بقى اللي كتير ممكن بيجهلها الناس، اللي هي اللي أنا أفهم مشاعري. في ناس كتير قوي متفهمش إيه هي المشاعر بتاعتها. يعني مثلا تقول أنت مالك، تقول المود بتاعي مش حلو. طب المود بتاعك مش حلو عشان إيه؟ ما تعرفش. أو مالك مفيش، مالك مش عارفة، متلخبطة. طب يعني متلخبطة، أنا عايزة أعرف هل أنت غضبانة، هل أنت حزينة، هل أنت حاسة بكآبة، إيه هي المشاعر بالظبط بتاعتك؟ ما تعرفش تحددها. ففي ناس ما بتعرفش تفهم مشاعرها، دي نقطة. النقطة التانية، ممكن يكون فاهم مشاعره بس مالك مفيش، ما يعرفش يعبر على اللي جواه. وده خطا صحيح. كبير بيقع فيه ناس كتيره جدا، اللي هي بتكبت مشاعرها. يعني انا زعلانه من شيء، طب ما اقول ليه، اكبت ليه ما اقولش يعني. فهي حته التعبير الاول، فهم المشاعر، اللي انا مش قادره افهم مشاعري ايه، انا حالتي ايه بالظبط المزاجيه. هو طبعا الذكاء العاطفي هو مرادف للذكاء الوجداني ايضا. تاني حاجة، اللي أنا ما أقدرش أعبر عن مشاعري، سواء كان مشاعر غضب أو مشاعر فرح. برضو في ناس تحس اللي هي ما عندهاش إيموشن خالص، يعني ما تقدرش تتعبر، ما فيش تعبيرات، ما فيش بودي لانجويج، لغة جسد، ما فيش تعبيرات وجه اللي هي فرحانة أو إيه أو حزينة. وده بيبقى الخطر بصراحة عليهم هم أكتر من اللي حواليهم كمان، لأن هم لما بيكبتوا المشاعر ديت، أول حاجة جسدياً وجسدياً بيصابوا بأمراض كتيرة جداً، وخصوصاً لو كانت مشاعر غضب يعني. طبعاً بيبقى فيه اللي هي الأمراض النفسية الجسدية كتيرة جداً، زي أمراض القلب، الشرايين، اللي هي أمراض السكر والكبد والحاجات دي كلها، وضغط الدم. دي أمراض طبعا بتصيبهم لأنهم بيكبتوا المشاعر دي. صحيح. لأن أي مشاعر سواء كان فرح أو غضب هي طاقة، لازم اللي احنا ننفسها، لازم احنا نظهرها ونطلعها. طيب دي بالنسبة للإيه، هي المشاعر. طيب بعد كده اللي هي حتة بقى المشاكل النفسية. نعم. أيوة. بالنسبة للمشاكل النفسية، فيها مشاكل نفسية طبعا برضو بتبقى كتيرة جدا، اللي هو مثلا تحس اللي هو بقى عنده اضطراب. ليه؟ لان هو كبت المشاعر بتاعته خلاص، فبعد كده بيجيله بقى الاكتئاب، التوتر، القلق، الحاجات دي كلها. اذا يعني في دكتورة مشاعر نقدر نقول داخلية واحاسيس داخلية مختلفة تماما عن الذكاء العقلي اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية. بالضبط، هو مختلف تماما عن الذكاء العقلي. الناس مفكرة اللي هو ذكاء عقلي فقط، يعني لا، هو مختلف تماما عن الذكاء العقلي. يعني مثلا في واحدة ما جايه لي مثلا بتقول لي دكتوره انا ما عنديش القدره على التعبير عن المشاعر بتاعتي. نعم. خالص. فتقول لي اختي جايبه لي مثلا هديه نجاحي، اختها شقتها جايبه لها هديه للنجاح، فتقول لها شكرا. تقول لي اقصى حاجه بقى بقولها شكرا. لا، هو شكرا وخلاص على كده، ما فيش اي تعبير. تقول لي ما بعرفش ابتسم، الابتسامه دي مهمه جدا في الذكاء العاطفي. ما عندهاش لغه جسد، حته لغه الجسد دي مشكله يعني بالنسبه لها. ما بتعرفش تعبر، ما عندهاش. ودي على فكره بنعاني منها برضو في كتير. نعم. من طيب يعني في هذه الحاله، حاله انه كان عند الشخص قدره على عدم التعبير عن هذا الذكاء الموجود العاطفي بالذات مثل ما ذكرتي، كيف ممكن يطور من هذه المهارات؟ وكيف ممكن ايضا نعلمها الاطفال والاشخاص اللي ما عندهم قدره على التعبير؟ كيف ممكن نعلمهم اكثر التعبير عن هذا الذكاء العاطفي بالنسبة للأطفال؟ يعني الأطفال والكبار أيضا، كيف ممكن نعلمهم هذه المهارات؟ بالنسبة للأطفال دي مهمة جدا منذ الصغر، اللي أنا إزاي لما حد مثلا يقدم لي شيء اللي أنا أقول له شكرا. أعلمهم الابتسامة، دي حاجة. أعلمهم برضو اللي هم لو في حاجة غضبتهم يعني يعبروا. يعني في واحدة مثلا جاية لي بتقول لي، جايبة ابنها عنده ثالثة ابتدائي، بتقول عنده مشكلة اللي المدرس بتاعه على طول هو يعني سمين شوية، فبيقول له يا دبة. برضه بقى اللي هو بلد. تهريج بقى في الفصل. ما بندهوش الا يدبه، والطفل مش عايز يروح المدرسه. طب ليه مش عايز تروح المدرسه؟ ما بيقولش. فهو ما عنده، هو عدم يعني ما بيقولش ايه السبب. ما ممكن المفروض اللي انا اعلمه، لا انت قولي للمعلم انا اسمي كذا، انا اسمي علي مثلا، انا اسمي محمد. يعني اعترض على شيء لو شيء ما عجبك او كده او اغضبك، ما تكبت في نفسك، لا اعترض. لان هو ممكن مثلا ممكن يكون المدرس هو خطا من المعلم طبعا اكيد قطعيا يعني، ولكن ممكن يكون المعلم مثلا على سبيل الفكاهه
مش قصده. فانا لو نبهت المعلم بالضبط. لو مثلا التلميذ في الحاله دي والطفل في الحاله دي نبه المعلم ممكن خلاص يمتنع عن كده يعني بدل ما هو يمتنع عن ذهاب المدرسه صحيح. فمهم جدا ان انا اعلم الطفل اللي انت تعبر عن مشاعرك، لو فرحان تعبر، لو ممتن لشيء تعبر، لو شيء عجبك امدح. يعني دي برضو في مشكله، في ناس تقول لي كتير ما بعرفش امدح واتخجل لو حد مدحني يعني انت واخد بالك، فدي برضو يعني نقص شويه في الذكاء العاطفي. فانا لو شفت شيء كويس لا الصح اللي انا امدح الشيء الكويس ده، لو شفت شيء برضو مش عاجبني لا الصح اللي انا اقول ده خطا وده مش عاجبني، بحيث اللي ممكن يكون اللي قدامي ما يقصدش الحاجه اللي هو صدرت منه دي او لو كان يقصدها لا اعرف بقى يبقى في حاجه اسمها يعني انت فاهماني في ستوب بقى يعني مثلا اعرف لو هو بيزعل من كذا فامتنع. اما انا اللي انا اسكت كده وما اعبر عن شيء كويس او عن شيء بيضايقني ده طبعا بيبقى صح. معنى كلامك دكتوره انه هذا الذكاء العاطفي يعني يمكن انه الانسان يقدر يمرن نفسه عليه عكس الذكاء العقلي اللي هو ربي اعطانا اياه بدرجه واحده ما نقدر ننميها يمكن او ممكن هو والله الذكاء لكن العاطفي أوه. يمكن بالتمرين يزيد اكثر بينمى طبعا الذكاء العاطفي طبعا عن الذكاء المنطقي او العقلي. عشان كذا دكتوره بيقولوا انه بالدراسات التي اثبتت العلميه انه يعني ناجحين في حياتهم 80% منهم لانهم مستخدمين الذكاء العاطفي بينما 20% اللي طبعا ما استخدموا هذا الذكاء 80% بيستخدموا الذكاء أيه. العاطفي هو حته الذكاء او ناجحين في حياتهم يعني الناجحين في حياتهم طبعا في قاعده حلوه جدا اللي هي بتاعه 90 10 يعني ايه 90 10 يعني 10% هو اللي بيبقى يعني سببه الاشياء الخارجيه من المجتمع حد مثلا قال لي كلمه زعلني او كده 90% بقى انا خدتها وسكتت او انا خدتها واستفسرت او انا خدتها وكان رد فعلي ايه ده عليا وهو ده اللي هيخليني مثلا المود بتاعي طول اليوم او تصرفاتي طول اليوم. فدي برده حته مهمه جدا بالنسبة للذكاء العاطفي. فالذكاء العاطفي جميل قوي ان انا اعلم نفسي والاخرين يعني من مهارات الذكاء العاطفي اللي هو تحفيز الذات اللي انا ازاي احفز نفسي لو لقيت الاخرين مثلا ما بيحفزوني. دي مشكله في المجتمع العربي عموما يعني مثلا تلاقي معلم ودي بنعاني منها في بالنسبه للمعلمين تلاقي معلم مثلا يدخل الفصل انت فاشل انت غبي انت كذا انت كذا كلمات سلبيه كلها 90% منهم بياخدوا كلمه انت فاشل انت غبي كطفل خصوصا الاطفال وخلاص هو غبي هو فاشل. 10% فقط هم اللي لا بيخلوها بقى انا بحفز نفسي لو لقيت المحيط اللي حواليا مش قادر اللي هو يحفزني او عكسي فانا لا انا احفز نفسي وانا اطور ايه من مهاراتي. ده برضو بالنسبه لتحفيز الذات تحفيز الذات بالنسبه لمهارات الذكاء العاطفي. برضو في اللي هو تقدير الذات وتقدير الاخرين برضو مهم جدا تحمل المسؤوليه ده بيعتبر يعني تحمل المسؤوليه ممكن يقول لك لا ده مش من الذكاء العاطفي لا ده من الذكاء العاطفي اللي انا اتحمل المسؤوليه اللي انا عندي القدره على اتخاذ القرار ما يبقاش عندي حته التردد دي مهمه جدا. يعني هل ايضا تقبل جميع الشخصيات بجميع انواعها وانماطها هل يعتبر ايضا من مهارات الذكاء العاطفي يعني اتقبل كل الشخصيات واعرف كيف اتعامل مع كل شخصيه؟ طبعا تقبل جميع الشخصيات دي مهمه جدا ولو كانت بقى شخصيات صعبه المراس فبيبقى ليها اسلوب يعني مختلف خاص. شويه عن اللي هي الشخصيات العاديه. طبعا حد قابلني بود اكيد هقابله بود مثلا يعني غير اللي هم الناس اللي ما بيعرفوا يتوددوا او ما عندهمش لغه الجسد الكافيه للتعبير مثلا على الفرح او الحزن او كده. في بقى اللي انا مثلا اقابلهم بود دي مثلا سهله اما حته اللي انا لو واحده شخصيه مثلا صعبه المراس اللي انا بقى فيه لا اشد شويه وبعد كده ارخي يبقى لازم فيها شد مش كله رخي. يعني مفكر ممكن بعض الناس تفكر ان الذكاء العاطفي اللي انا ابقى بشوشه ولا ابقى كويسه ولا انا اجي على نفسي على طول ده خطا. اللي انا مثلا شيء يحزنني او شيء مثلا يغضبني ولا انا اجي على نفسي عشان ابقى حتى مع شخصيه صعبه المراس اللي انا ابقى متوافقه مع الجميع لا الذكاء العاطفي اللي انا ابقى متوافقه مع الجميع ولكن مع الشخصيات وخصوصا صعبه المراس لا يبقى في حاجه اسمها ستوب شويه يبقى في لا ده يغضبني ده كذا ده كذا بحيث اللي في شخصيات مثلا زي الشخصيه الساديه الشخصيه الساديه دي شخصيه ده مرض سلوكي هي يعني كل يعني سبحان الله هدفها ايذاء الاخرين او تعذيب الاخرين حتى ممكن التعذيب الجسدي بالنسبه للاطفال او في تعليم او كده. فلا الشخصيه السلبيه دي هل اللي يتعامل معاها اللي هي بكل حب وكل ود لا من الذكاء العاطفي اللي انا ممكن اشد شويه او كده على اساس ان انا اقدر اتعامل مع الشخصيات اللي هي صعبه المراس يعني هو من تغيير ايضا الشخصيات مثل ما يقولوا يا ايمان الطبع يغلب التطبع. هل صح. انا لو كان شخصيه مثلا خجوله او منطويه في امل اقدر اغير من هذا الشخص اقدر اطور منه وهو خلاص حيفضل هذا الطبع لله يعني على طول
لا هي تقدر تطور منها، وان كان هيبقى فيه صعوبه بس ما فيش استحاله، يعني كل شيء ممكن. نعم. صعب اللي هي تتغير، ولكن بالتدريب وبالممارسه هتقدر اللي هي تتغير. ممكن تعمل يعني مثلا في تقنيه كده سهله بسيطه جدا ممكن نعملها مع بعض، اللي هي تجيب ورقه وتكتب فيها، تعملها 4 خانات، ايه هي المشاعر اللي لما مثلا حاجه موقف بيحدث مثلا، ايه هي المشاعر دي؟ هل هي مشاعر فرح، الحزن؟ اول حاجه تدون المشاعر بتاعتها، اللي هم الناس اللي ما بيعرفوش يدونوا مشاعرهم او يعبروا عن مشاعرهم. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ايه الاشياء الجسديه اللي بتظهر عن هذه المشاعر؟ المشاعر دي انا مثلا غضبانه، في ضربات قلب زياده، في كذا زياده، عشان انتبه لو كان مثلا ممكن يصيبني مرض او الحاجات دي كلها. ثاني حاجه، ايه السلوك اللي مثلا اللي هو ناتج عن المشاعر دي، واشوف واتحكم في هذا السلوك. ردة فعل الاخرين، لو انا كتبت عملت الجدول ده ومشيت عليه لمده شهر، انا كده هفهم، لان احنا قلنا في تعريف جولمان لما قال اللي انا اقدر افهم مشاعري ومشاعر اخرين، يعني كده هفهم مشاعري واضبطها، وايه الكويس فيها، وهل انا بقدر اعبر صح ولا لا، وبالطريقه دي هعرف بقى اعمل تبديل او تغيير. يبقى في صعوبه عليا، ولكن ما فيش حاجه يعني كل شيء ممكن. اذا هنا دكتوره يعني في اليه حتى نطبق هذه العمليه وهذه الاستراتيجيه اللي نمشي عليها، حتى احنا نعرف كيف نتعامل مع الناس بذكاء عاطفي مش الذكاء العقلي اللي احنا متعودين عليه، ونقول هذا ذكي وهذا مو ذكي. هنا في حكمه وفي ممارسه وفي فن في هذه التعامل، في هذا التعامل. طيب، وفي العملية التعليمية ذكرتي قبل شوي أنه ممكن الواحد الأستاذ يقول أنت غبي أنت هذا، في العملية التعليمية نفسها كيف ممكن يساعدنا الذكاء العاطفي؟ لا ده يساعدنا كتير والله. أنا يعني بوجه نصيحة لكل المعلمين والمعلمات، لأن ده مهم جدا، لأن الأطفال سبحان الله 90% من شخصيتهم بتبنى وهم عندهم 7 سنين. دي يعني دراسة تبع الجامعة سان فرانسيسكو، فدي مهمة جدا للأطفال. فننبه المعلمين اللي هم أول حاجة اللي المعلم لازم يكون عنده أموشن، ولازم يكون عنده لغة جسد. جميل. يعرف يوصل. في معلمين وفي أساتذة جامعة هم قاعدين بيقولوا المحاضره هي المحاضره بيتكلم كده وخلاص، ولا لان لغه الجسد هي اللي بتتحدث اكثر شيء. بالضبط يعني بالضبط، لغه الجسد هي بتمثل 58%. نعم. من يعني 55%، ونبره الصوت 38%، والكلام اللي بيطلع مني هو 7% فقط. فيعني دي مهمه جدا لغه الجسد. فاول حاجه للمعلم لازم يكون في تفاعل بينه وبين الله، لازم يكون في سؤال، لازم يكون في تنبيه. لازم يكون في اشياء تدريبيه. جميل. لازم اتفاعل، مش انا قاعده في المحاضره او قاعده في الدرس انا بكلم نفسي وخلاص على كده. يعني انا كان في استاذه جامعيه كانت بتقول علم رائع جدا، ولكن هي كانت واقفه او قاعده بتسمع فقط، ما فيش اي تفاعل، فطبعا كل بينام في المحاضره. فحته التفاعل دي مهمه جدا بالنسبه للمعلم. تاني حاجه الذكاء العاطفي، اللي انا افهم مشاعر الاطفال. ممكن طفل مثلا هو نام عشان خاطر في ظروف حصلت له، او في مشكله كانت في البيت ما انهاره، اعرف الاول ايه نفسيته او ايه المشكله اللي حصلت له. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا برده اراعي بقى مشاعرهم في عدم اللي انت غبي، انت فاشل، ما عودش بقى اسيب اتهم الحاجات دي كلها، لان دي بترسخ. احنا ياما سبحان الله ياما منا كرهوا مواد بسبب معلمين. صحيح. وبرضو حبينا مواد بسبب معلمين ومعلمات. صح. فهي دي، المعلم هو اساس. ممكن انت تبني مستقبل فعلا جيل كويس، وممكن اللي انت تحطم جيل كامل. فعلا هذه الكلمات كسرية. مثل ما قلتي دكتوره بترسخ، يعني فعلا هي بترسخ وبتنطبع على الشخص نفسه، فهذه كارثه. بالضبط. انا بكره النحو شخصيات. عشان مدرب معلمه النحو كانت، او اللغه العربيه يعني عشان كانت شديده، او كانت دايما بتنهارني او كده. من شخص بعيد شويه، لكن مشكله، وهذا واقع موجود لما يكون الاهالي احد الابوين او حتى الاخوان هم اللي بيفشل، هم اللي بيقولوا هذه الكلمات السلبيه، يعني من اقرب الناس لي قاعدين يقولوا هذه الكلمات المحبطه جدا للاطفال. صحيح. هاي كلها اتوقع تاثير اقصى من المعلم. بالظبط بالظبط. هي طبعا لو كان من الاقربين ده طبعا صعبه جدا، اللي هي البيئه والاسره زي ما انت ما تفضلتي قلتي، بتبقى صعبه جدا. وزي ما قلت 90% من الاطفال اللي بيحس ان هم بيلاقوا تهديدات او سب او كده من الاسره او من المعلمين، بتلاقي سبحان الله 90% منهم بيحبطوا فعلا وبيحطموا وبيطلعوا فاشلين، و10% بس هم اللي بيقولوا طب انت بتقول مثلا عليا انا فاشل او انا غبي، طب انا هثبت العكس. للاسف 10%. فاحنا ممكن بنحبط اولادنا، بنحبط طلابنا وتلاميذنا بطريق ممكن غير مباشر يعني، وطريق ممكن. صحيح. انا مش قصدي، ولكن يا ريت جميع المعلمين والاباء والاسر وكده تنتبه للاشياء. فعلا المضحك في الموضوع انه لما تيجي تقولي الاباء انه انت فعلا قاعد توجه لطفلك كلمات سلبيه، بيقول انا تربيت نفس الشيء وطلعت انسان سوي، لكن في الحقيقه هم يعانوا من مشاكل نفسيه كثيره. صحيح. كثير من ابناء الان الشباب اللي هم الاباء للاسف
صغار، لكن فعلا في مشاكل تحس عندهم معينة يعني يطلعوها على أطفالهم، ففعلا هي حترتب مشاكل لكن أتوقع مترسبة شوية متراكمة. أيوة مفعل. مشاكل متراكمة دي رقم واحد. تاني حاجة اللي هي بتورث بقى زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت اللي هي بتورث الآباء الفهماني ورثوها الأبناء بالطريقة دي. بالضبط كده بيبقى جيل كله بقى يعني صعب جدا يعني موضوع جدا مهم. نتمنى أكيد يكون لنا استضافات تانية لك دكتورة عشان نتحدث أكثر عن هالموضوع. كل الشكر لك على وجودك معنا وهالنصائح الرائعة اللي قدمتيها اليوم. شكرا لك. يعطيك العافية دكتورة. ومثل ما قلنا مشاهدين يعني دائما الواحد بالعملية التمرين، لأنه مثل ما قلنا 80% من الأشخاص فعلا ناجحين في حياتهم استخدموا الذكاء العاطفي، فلا بد أنه إحنا نتوجه للذكاء العاطفي كمان مع الذكاء العقلي حتى ننجح في كافة حياتنا. مش